السلام عليكم من مهدي. يا البنات جبت لكم اليوم واحد الفيديو يكون مخير هيعجبكم المغاربة كاملين الناس كاملين. السلام مهدية من بحر ديال مهدية قنيطرة، وتحية الناس قنيطرة وتحية المغاربة كاملين من طنجة حتى القويرة. وفضل نزول عن طلب بزاف ديال المشاهدين والمتابعين تيقول لنا خرجي وصوري لنا على برا ورينا الدنيا كي دايره بحكم الناس مساكنه في الجاليه تاع ما جاوش للمغرب وهذا وتوحشوا البلاد. فلهذا قلت اليوم ندوز معكم النهار نصور لكم غير برا ولبستكم المهديه ونشوفوا البحر شويه، لانه خرج واحد القرار البارح يمكن نهار الجمعه بانهم خلوا الناس انهم يبقاو حلوا البحر، خلوا انهم الناس يهبطوا يتمشاو في الرمل حدا البحر ولكن ممنوع السباحه. وجيت هنايا عند واحد السيد اللي تناخذ من عنده الحوت دائما من زمان من قديم وانا تنقول معروف هاد السيد زعما الله يعمر ليه الدار تيدير داك الشيء ديال الحوت الزوين وتيدير حتى لا ليفغيزون تيجيب لك حتى الحوت حتى للدار، تختاري الحوت اللي بغيتي انت وتوصلو لك للدار. وتيدير حتى خارج قنيطره الرباط لا تمشي حتى خارج قنيطره، وهنايا في قنيطره تيوصل للناس فين ما كنت توصل لك الحوت مقاد مصوب نقي من داك الشيء الرفيع زعما ماشي أو ماشي اشهار ولا شي حاجه ولا مخلصه من عنده، ولاني انا بغيت الناس تستاهلوا وتستحقوا انهم يتعرفوا، فعلاش لا ما نعرفوهمش ويعرفوهم الناس وتاخذوا من عندهم. كذلك عنده حتى المحل ديالو، لا بغيتوا تاخذوا من عنده الحوت وتاكلوا عنده تطيب لك شي زوين ونقى، اهم حاجه النقاء عنده داكشي نقي تيصاوب لك شلاضه تيصاوب لك. حنا بحكم جينا باش ناكلوا عنده ولاني راه لقينا المرصع عامره 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 بزاف، قلنا صافي تخلي حتى تخوا قالنا واحد الساعه وهذا الشيء وعاودوا رجعوا، حيت تيجيو الناس ديال الرباط ديال كازا ديال سلاسه هما تيجيو في البيتان تيهبطوا تياكلوا الحوت هنايا وصافي. الجو غزال زوين تخيل تكونوا معايا كاملين والله العظيم، واحد الهواء واحد الراحه اللي وصلت تحسي بها ملي تقابلي هكا مع البحر هذا الشيء زعما غزال. وخليكم معايا ما شاء الله نساراو ونفوجوا مع بعضياتنا ويكون شي حاجه اللي ان شاء الله زوينه وبنات اللي عجبت ليكم. المهم هو الصول ها هو الحوت تبارك الله كالامار تبارك الله ما شاء الله الخيورات. المهم البنات صورت لكم شويه ديال الحوت اللي في المرصة، دابا حنا دخلنا البلاصه فين تيطيبوا، ما بغيتش نهز التليفون فوق لان الدنيا عامره 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 بزاف. انا نمشي نصور لكم البلاصه فين كاين السيد، الا جيتوا للمرصة سولوا على الطريق، نخلي لكم الرقم ديالو في صندوق الوصف الا بغيتوا يجيب حتى لكم الحوت حتى للدار نقي مصوب ديروه نيشان في الكونجيلاتور، نخلي لكم الرقم ديالو في صندوق الوصف قولوا جينا غير من طرف الاكرام. رايت الله فيكم راه السيد قديم كنتعاملوا معاه، وانا نوريكم شنو تي ملي حطوا لنا في الطبره نوريكم شنو تي صوب وتي تهلا وتي دير داكشي نقي زوين، وانا نصور لكم عنده البنات الداخل كيفاش يطيبوا كيفاش يصوبوا. وخلاص كاين شويه ديال السردين كاين بزاف ديال الحاجه. المهم خليكم معايا ممكن تجيبوا لك شليضه هكا سالاد ماروكان ها نتوما زوينه نقيه تجيبوا لكل واحد ديالو تبيصل هكا، مازال يجيبوا بزاف الحاجات على حسب انت شنو تطلبي. ولينا البنات والله العظيم بالنسبه للناس قنيطره والناس الرباط سلا تماره كازا والله ويكاند السبت هبطوا ولا الحد هبطوا لهنايا للمرسى عاد تاكلوا شي الحوت مخير كما قلت لكم سولوا على طريق. انا نصور لكم المحل ديالو هو رقم جوج تيكون في المرسى هو اللي تبيع الحوت كلشي، تعطيكم شي حاجه للجوده وشي حاجه اللي نقيه وتنجي عنده راه شي 10 سنين ولادي وانا تناخذ من عنده الحوت وتتهلا. وكذلك شنو بغيت نقول لكم، قلت لكم راه تيصيفط الحوت تيدير لا ليفغيزون للرباط سلا تماره قنيطره ها توما شكرا. قلت لكم تيدير لي بغيتو الرباط سلا تماره قنيطره تيصيفط لكم الحوت ديالكم صوب نقي تتغسلو وديروه في كونجيلاتور ولا تديروه في كونجيلاتور حتى تبغيو عاد ديكونجلو تتغسلوه. المهم نقول لكم الرقم ديالو تواصلوا معاه راه واحد السيد اللي يستحق صراحه. هانتوما كاين الدنجال شوفوا هادي
شحال زوينه. المهم الحاجه اللي جابوها حطوها تنصورها لكم تنوريها لكم. وهذه الفليله فريمون فريمون ما شهيتكم البنات حقكم في الجنه. هذه القنيطره مرحبا بكم وناكلوا الحوت مجموعين. صراحه شوف باقا سخونه وهما تيعرفوا لهذا الشيء تيصاوبوه زوين اكثريا هذا شحال غزال بنين بزاف. السلام عليكم. هيا معايا السيده معليش باني باني معليش انا اختي مرحبا جيتي مرحبا بك انت على جوج بارك الله فيك. شوفوا الكروفيت ها انتم هالطريقه انا راه تعلمت ليها الا بغيت نشاركها معاكم في الدار تجي كروفيت رائع وساهل كما خمسة دقائق كلشي انا عندي تيطيب خمسة دقائق حتى واحد اتاي تيديروا عندنا الكونسيير ديالنا وراه ما تشبعوش منه تا هو ديال خمسة دقائق عرفتي طيب كي تيجي تقول ما شنو داير فيه سبحان الله العظيم. المهم هذا هو الكروفيت تيجي على هذا الشكل. هانتوما الحوت هذا الصون ميرلون صراحة هذاك الشيء زوين وراه ناشف راه واخا تشوفوا الزيت وهذا هانتوما هانتوما ماشي راه شارب الزيت ولا شي حاجة وما تيتقنوه تيعرفو كيديرو ليه هانتوما وبصحتكم وسمحوا لي اللي محما شهيتها تسمح لي ومرحبا بكم اجيو نوروني في قنيطرة ونجيو ناكلو الحوت كاملين عند خويا طارق. شوف تبارك الله راه كلينه راه داك الشيء الخير والبركه وبنين بنين واحد الدرجه ما تصوروش هذا الكلامة والميرلا وهاد الشرموله راه عجيبه مصوبينها فنه 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 واكيد ما تنشربوش المناضه على ود لي غاز وهداك الشيء. طلبنا اتاي اللي مشحر زوين شوف ها انتم بالاقامه مشحر داك الشيء رائع ها بالنسبه البنات اللي باغيين تفكروا يشريو ابارتمون ولا هادي حيت بزاف ديال الناس سولوني فهنايا كاينين في مهديه ولاو تيديروا دي زابارتمون اللي هما زوينين بحال هادشي كله راه جديد و تيطلوا ديريكتومون على البحر ها لا بلاج
كما تشوفوا هاي لي زابارتمون، فارقهم غير شانتي. ها انتوما شوفوا ما راه يعجبوكم. انا عجبوني صراحه، زوينين والسكنه زوينه صراحه. ولاو تيصلحوا الدنيا هنايا، تبني وتديروا ريستورون. ها انتوما نشوف فكو عش هذا ميمات مولفين الناس كاع ما تيخافوا. شو هادي شحال واعره، هادي فنات غزاله. واو مانيفيك، عرفتي تحلي هذاك الصباح داك البالكون وتخرجي تشوفي اون فاس ديك البحر وداك الهواء ديال البحر، شي حاجه لي توب. ها انتم شتي هما هاد الشارع كله لي مقابل مع لا بلاج، ولاو دي زابارتمون ولا احمي. ما تقول لكم سلام كوكو هاي شيتي. المهم البنات الحمد لله والشكر لله، تغدينا الحمد لله يا ربي. هادي ما نعمه محفظه من الزوال. قلت لكم راه لا بارتي اللي صورت مع خويا طارق مشات ليا من لا فيديو. قلت لكم لا بارتي اللي صورت مع طارق باش يهضر معاكم، كنت راه حتى صورت معاه ولقيت التليفون انه ما تيصورش. المهم انا قلت لكم فين جا تدخلوا اجيو غير المرسى ديال المهدي، سولوا على طارق هو راه غيدير لكم الحوت زوين وغادي يتهلا فيكم. ورقم ديالو بالنسبه للحانوت فين تطيب، البلاصه اللي ملاصقه مع المرسى هي الرقم 2 محل رقم 2. قولي راه جينا صيفطاتنا اكرام. وكما قلت لكم الا عندكم شي عراضه ولا بغيتو ديروا شي بساطه تشهيتو غير الحوت تاكلو، ما فيكم ما تجيو ديبلاصاو حتى المرسى وتسناو زعما ديبلاصاو وتجيو حتى المرسى وترونسبو وغادي وعكستو ندير سمته. راه تيصيفط لكم الحوت قلت لكم حتى للدار، حتى خارج قنيطره الرباط لا سماره، راه تيصيفط الحوت تيجيبو لكم حتى للدار ناظم صوب. صافي دابا درنا غدا العشاء غوتي كلشي، لانه اصلا دابا راه 6 الاربع الحمد لله. صافي ستوب من الماكله، دابا ندخلوا للدار ان شاء الله. الا عندي انا شي شغل نخرج نقديو والدراري يدوشوا يجمعوا الكتبه ديالهم، حيتاش داروا لي دوفوا مثالي لي دوفوا ديالهم هادشي يدوشوا. توصل لديك 7 و8 صافي ينعسوا حيت غدا ليكول كما كتعرفوا اليوم الحد ونهاية ديال الاسبوع. وصافي باش نبداو بداية ديال الاسبوع تكون زوينه ومرتاحين وناشطين وهانين وراحة البال هذا هو المهم. صافي انا يا عينيا تاكل عرفتي عيناني النعاس عييت لانه ما تصوروش يعجبني الحوت عرفتي كليت الحمد لله بواحد هذا ضغط جاني النعاس. ايوا ندخل للدار وديك الساعه نشوف شنو نديرو ونقول لكم شنو غادي ندير. خلاص راه خليت لا ماشين الاولى صبنات ولا ماشين الثانيه دارت تصبن طلعهم نشرهم للسطح وصافي. ضروري ملي تخرجي ضروري تفكري في تماره، تماره تبقى تابعه فين ما مشيتي والله عادي دوري دوري وترجعي نفس الروتين نفس التماره. ايوا خليكم معايا حتى لاخر الفيديو يلا خليتكم الراحه ساعه.